السلام عليكم، كيداير خوت؟ بخير، لاباس عليكم؟ هاني الاحوال طيبه. اليوم ان شاء الله غنشرح طريقه كيفاش تدخل الاشتراك ديال الاي بي تي في لجميع القنوات والباقات العالميه للاجهزه ديال سامسونج وال جي. بزاف الناس عندهم تلفاز ديال ال جي وسامسونج، هما سمارت وفيهم لي زابليكاسيون ديالهم، ولكن ما فيهمش الاندرويد. اليوم الطريقه غنشرحها لكم يعني بالتفصيل. غتمشيو اول حاجه غتانستاليو الايبو بلاير. ايبو بلاير ابليكاسيون كاينه في ال جي وكاينه في سامسونج، التلفاز ال جي وسامسونج. اون فوا تانستالي ايبو بلاير غتحلها بحال هكا، تحل الابليكاسيون كيعطيوك هاد المعلومات هادو. هاد المعلومات هادو انت كتصيفط لينا الماك ديالك وكتصيفط لينا هاد الكي هذا، وحنا كناكتيفيو لك البوكي ديالك اللي فيها عام اشتراك لجميع الباقات العالميه، زائد اننا كنفعلوا لك هاد لابليكاسيون، لان هاد لابليكاسيون هادي كيعطيوك غير 7 ايام فابور، من بعد خاصك تخلص. حنا الخدمه اللي كنديروا اننا كنديروا لك الاي بي تي في عام الاشتراك، زائد اننا كنخلصوا لك لابليكاسيون، كتولي لابليكاسيون خدامه يعني دائما. اتبعوا معنا باش نوريكم الطريقه ان شاء الله. اذا من بعد ما كنانستاليو داكشي ديالنا كطلع لك الواجهه بحال هكا. هنا كاين الاذاعات، هنا الافلام لي سيري، هنا الريكلاج وداكشي. المهم عندنا هو تي في ديريكت ديال اي بي تي في. كيف كتشوفوا هنا الباقات كاملين مستفين، الدول كاملين. لاحظوا معايا اي بلاد اللي كيتي عليها راه كطلع لك الاذاعات ديالها. كيف كتشوفوا الباقات كاملين هما خدامين، كلشي خدام. كتهزل اللي بغيتي هنايا الباقات، راه كلشي خدام. فهمتيني؟ كلشي خدام، كلشي ناضي. المهم هذه هي الطريقة، هذه الطريقة بالنسبة للملاك الأجهزة ديال سامسونج و ال جي. يعني راه عندكم الحل، كتفرجوا. أهم حاجة أنه تكون عندك الكونيكسيون مزيانة، حاجة واحدة اللي مهمة هو أن تكون عندك الكونيكسيون مزيانة. وفي داكشي ديال لانستاليش وداكشي اللي حنا كنتكلفوا به، انت كتعرف انك كتحل لابليكاسيون كتلقى كلشي خدام. واللي عنده شي سؤال مرحبا، تبارك الله عليكم. اذا واحد التذكير خفيف بالنسبه للاجهزه اللي عندنا، عندنا الزين 3 ديال ايكونيك غني عن التعريف، راه فيه السيرفر ديال الفور ايفر وفيه ديما تي في فيه 3 شهور. عندنا الفيزيون، الفيزيون راه فيه سنتين اشتراك ديال الاي بي تي في وفيه سنتين ديال السيرفر. عندنا جهاز ميكول الغني عن التعريف، اندرويد بوكس احسن ما كاين في السوق. عندنا البوكس هذا الاش ديال فيزيون، تابع الفيزيون اش 96. عندنا لي ريفيرونس بزاف، عندنا المي بوكس اس، عندنا الريسيرفر عادي اللي كيقلب على ريسيرفر عادي. المهم الاجهزه اللي متوفره عندنا راها مختلفه ومتنوعه على حسب الاذواق. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. التوصيل راه متوفر لجميع المدن المغربيه. التجربه راه حنا كنجربوا مباشره امامكم كيف كتشوفوا. اللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل مرحبا. بالنسبه للتفعيل راه كنتعاملوا مع المغرب كامل يعني في ما كان. بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش هادشي كيخدم خارج المغرب، راه كيخدم عالي جدا، ما كاين حتى شي مشكل لحد الساعه الحمد لله. وكيف قلت لكم اللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل مرحبا بكم، وتبارك الله عليكم، كنشكركم على المتابعه ديالكم.